موانع الميراث. قال الإمام الرحبي يرحمه الله تعالى ويغفر لنا: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: قتل ورق واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. يعني من قتل مورثه فلا يرث منه إلا إذا كان هذا القتل قتل خطأ، فحينئذ يرث منه ولكنه لا يرث من ديته. ومن موانع الميراث أيضا الرق، فلا يرث عبد من عبد ولا عبد من حر. واختلاف الدين، لا يرث من كان مختلفا في دينه مع مورثه منه. والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم.